جوزيف ليمبتي حكم كرة قدم غني برتبة متهم ثبتت إدانته حين قرر أن يزهق الروح الرياضية في ميدان كرة القدم. فعلته ارتقت لمرتبة الجرم حين امتدت سافرته المذنبة لأحلام منتخب السنغال وأعلنت ركلة جزاء وهمية رآها هو ومن دفعوا له أموالا ملطخة بالفساد. أمر الإجهاز على الروح الرياضية الذي دبر بليل كشفه تحقيق الفيفا بعد أن تساهلت معه الكاف. الاتحاد الإفريقي لم يكن حازما كما ينبغي حين عاقب الحكم بثلاثة أشهر فقط وثبت نتيجة المباراة بعد أن تبين له عدم مشروعية ركلة جزاء منتخب بجنوب إفريقيا معتبرا إياها خطأ تقديريا للحكم الغاني. حق المنتخب السنغالي لم يذهب سدى حين قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء نتيجة اللقاء الذي خسره أسود الترانغا غدرا أمام منتخب البافانا بافانا هناك في أقصى جنوب القارة السمراء. اعتراف ليمبتي الصريح بفضيحة التلاعب العمدي في النتيجة كلفه الإيقاف مدى الحياة. محكمة التحكيم الرياضي دخلت على خط الجدال الذي خلقته صافرة للحكم الغاني وأكدت قرار إبعاده النهائي عن ميادين لعبة التنافس الشريف. أما